إسراء صالح، مساء الخير. مساء النور، انت اهلا. كيف امورك؟ ان شاء الله كلها تمام. تمام الحمد لله، كيفك يعني انت؟ بالبداية حابة اتعرف على هذا الفن، تعرفينا شو هو بالضبط؟ يعني اللي بشوف اللوحة اللي جنبي بفكرها قطعة رخام، بس هي فن صراحة. الرزن ارت قلتي لي اسمه، راح نتعرف عليه من خلالك. تمام. رزن ارت هو نوع من انواع الفن. نعم. هلا جديد، دارج كثير عندنا بالاردن. في ناس بيشتغلوا على كوسترز، في ناس صواني، في لوحات. حلو. هو مش رخام، هو مادة بتنخلط مع بعض. تمام. لما تصبيها بتاخد وقت لتنشف، بتطلع بشكل رخام. بشكل رخام، يعني ايوه اللوحة اللي جنبي ما شاء الله، يعني بتحسيها عن جد قطعة رخام كبيرة بس مزينة هيك بطريقة جدا حلوة، بتخيلها بالبيوت بتعطي منظر كتير حلو، بس وخصوصا هيك اللمعة والرقي اللي بتعطي. يعني هذا الفن أنا لا حسيت إنه هو فن راقي للأمان، يعني بالنسبة لي هذا الشيء. يعني قبل ما نحكي بتفاصيل هذا الفن والأشياء الجميلة الموجودة عندنا هون بالاستديو، حابة أعرف منك إسراء، متى بلشتي في هذا الفن تحديدا، وكيف تعلمتيه؟ يعني شو اللي خطر في بالك تختاري هذا المجال بالذات؟ انت عارفة بالأردن او يعني فيش شغل بالعالم. تخرجت من الجامعة وقعدت بالبيت، ففترة كورونا هي صراحة كانت بالنسبة لي نعمة مش نقمة. اها حلو. ما أخذت دورات، تعلمت لحالي. وضليتني ورا الموضوع عبال ما صار. اشتغلت أول إشي على أشياء صغيرة، بعدين تمام. صرت شوي شوي أكبر حلو. اللوحات. هاي أكبر لوحة أنا لهلأ عملتها. بس كتير حلو ما شاء تسلم الله. عيونك الحلوة. بلشت بشهر 12 2019. ما شاء الله، يعني لك تقريبا هنقول السنة الثالثة. السنة الثانية. الثانية، تمام. طيب يعني صراحة، يعني الشيء الملفت والجميل في القطع اللي عم نشوفها انه بتحسي هيك يعني مشغولة بتفاصيل وبدقة جدا عالية. هل هذا الفن سهل انه اي حد يتعلمه؟ وانت قلتي انك تعلمتي لوحدك، يعني هو اكيد يوتيوب فيديوز واشياء مثل هيك. سهل تعليمه، سهل تطبيقه، او انه بحاجة لمهارة، انه الانسان لازم يمتلك مهارات معينة لحتى يطلع هاي الصورة الجميلة؟ يعني هي بالآخر فن، هو كل واحد له لمسته حلو. بالأشياء اللي بيعملها. هو في ناس بتاخد دورات، صراحة أنا فضلت إني أنا أشتغل بإيدي أكتر ما إني أخد دورة، يعني أبلش حلو. بإيدي وأضلني أجرب أحسن من إني أخد دورة. شوي شوي الواحد هو وذوقه بصير يطلع معه أفكار وأشياء صح أحلى من اللي صح قبل. صح صراحة بشجع كل حدا، إنه أنا بحب كتير الأشياء الهاند ميد، فبشجع كل حدا إنه يبلش كثير حلو. إشي بتعرف جديد. شو الحلو كمان؟ انه الاشياء الهاند ميد كلياتها احنا بنحبها، يعني كلها. يعني انت بلى. تجيكي هديه مثلا انه حد مشغولها بايده، بتحسيها خلص معموله مخصوص ايوه لإلك، في بالضبط. هيك خصوصيه كثير حلوه. بلى. حتى في ناس بحبوا يشتغلوها لحد ثاني، لانه بتعطي بلى. هيك يعني طابع حلو، بتنقل الصوره اللي هو الشخص اللي حاب يوصلها للشخص اللي بده يهدي اياها. بلى صح. اغلب الطلبات اللي بتعمليها ايش بتكون سراء؟ يعني انا شفت ساعات عندنا هون، في صواني، في قلتي لي تشيز بورد، في اشياء كثير، لوحات، ايش الاغلب بيطلب؟ يعني هلا بشتغل كل اشي، واكثر من حدا طلب اكثر من اشي. اكثر اشي اللي عم بشتغله صواني، تشيز بورد، كوسترز. بعمل في ناس بيشتروا لوحات. صراحة ما توقعت انه هالقد يكون في عليه اعجاب او طلب من الناس. حلو. بس الناس طلعوا بفضلوا انه الاشياء الفريدة. هلا انا اذا عملت لوحة مستحيل ترجع تنعاد، فانت اذا كان ببيتك هاي اللوحة ما حدا بيكون عنده اياها. حلو. هلا انا بالغالب هذا الفن شفته على اشياء كثير، اللي هم مثلا زي ما قلتي كوسترز، اشياء بسيطه، صواني، بس لوحات ما شفته للامانه عندك. اول مره عم بشوف هذا الاشي. قديش بدها وقت وجهد مثل هيك لوحه؟ يعني ما شاء الله اللي بتطلع عليها مثلا ما بحس انه هذا الاشي بينتهي بسهوله. لا يعني هي اقل اشي بدها 10 ايام 10 ايام وانا بشتغلها. حلو. هدول لا، هدول عادي الصواني يعني 3 ايام 4 ايام بكونوا جاهزين، بس اللوحات بتاخد 10 ايام ومرات اكثر. تمام. الالوان انت بتحدديها ولا في الوان معينه مثلا خلص ما بتقدر تطلعي عنها بهذا الماده الموجوده؟ يعني لا امبلا، هي الماده اصلا شفافه انا اللي بلونها. كيف تتلون هاي الماده؟ عادي الوان اكريليك او ميتاليك او يعني كتير الوان. حلو. كتير حلو. بعمل باي حجم بده اياه الزبون او اي لون بده اياه، يعني عادي بقدر الون اللون اللي بده اياه. كتير حلو. طب هذا الوقت يعني قديش بياخذ منك وقت، جزء من من يومك خلينا نحكي؟ كل يومي. ما شاء الله، اكيد في البيت مخصصين لك جزء هيك خاص لك لوحدك، لي غرفه لحالي. شغله مثلا بيغلب فيه الماده، ريحتها مزعجه. يعني ايش مثلا ممكن الاشياء اللي بتزعجك وانت عم تشتغلي؟ هو انا بلبس ماسك وانا بشتغل، لانه ما بصير اشم هاي الغازات تبعته. لما يتفاعلوا المادتين مع بعض بيطلعوا غازات
متطايرة ما بصير الواحد يشمها. حلو. فمش اي حدا بيشتغل هاي الاشياء عنده حساسية او ربو او امراض بيقدر يشتغلها. ولازم اكون لابسة جلوفز، ما بصير يمسك ايدي. فهو بده احتياطات شوي. بده احتياطات. والحلو يعني انا صراحة انه عم بسمع منك معلومات كثير مهمة، كونه انت متعلمة هذا الشيء لوحدك يعني مو واخذته دورة. فحلو انت عم تطلعي يعني عم تتابعي كثير في هذا الموضوع، لانه مش سهل يعني الموضوع، مو بس شغل شيء رح يطلع معنا بالنهاية. هدول ايش بالضبط؟ يعني هدول ايش ممكن نستخدمها؟ هدول على مدخل البيت مثلا. ثلاث لوحات هدول مع بعض، ثلاثة موجودين نفس اللون. ايوه مع مراية. حلو، معهم مراية يعني. أيوة. اربع قطع بيجوا. كثير حلو. الالوان زي هيك انت بتختاريها؟ انا بختارها. ولا مثلا اي شخص بيطلب منك طلب انت هو بحدد الالوان؟ لا هو بحدد الالوان بناء على مثلا اثاث بيته. أيوة بيقدر بزبط. يحدد اللون اللي بده اياه. الساعة كمان حبيت فكرتها، ايش الستاند اللي حطيته هذا على الساعة؟ حجر. هذا حجر، هذا حجر طبيعي. حلو. يعني هاي الساعة هاند ميد من اي تو زي. حجر هاند ميد والساعة هاند ميد. كثير حلو. طب الساعة نفسها ايش هذا، حجر كمان؟ لا، الساعة نفسها خشب، خشب مرسوم عليها بالرزن. والفريم حجر. كثير حلو. طب الاشياء مثلا التفاصيل هاي مثل الحجر والهاي سهل ان تكون موجودة عندك؟ بتتغلبي مثلا لتكون لما الاقيها؟ بالاردن صراحة كثير عم بتصعب لما الاقي الاشياء. مش متوفرة زي بلاد برا. بس بضلني وراها لالاقيها. لا بس ما شاء الله شغلك كثير حلو. تسلم. مين اللي دعمك، احكي لي اسراء، وشجعك انك تمشي بهذا المجال؟ صراحة اهلي هم الداعم الاول يعني. ما شاء الله. وكل حدا حوالي بشجعني اني اضلني ورا الموضوع واني اشتغل عليه. ما شاء الله، كثير حبيت صراحة. تسلم. وشغل كثير متقن ومميز. وبالاضافة كمان يعني انه انت قلتي لي انك انت ما حصلتي الوظيفة اللي انت بدك اياها. انت ايش خلصتي دراسة اول؟ انا درست هندسة زراعية. اها. كثير بحبها بس لقيت ميولي لاشياء تانية بس تخرجت. بعيدة بس عن الهندسة. بعيدة كثير. اتجهت صراحة على ميولي اللي أكثر بحبه يعني. وبلشت فيه. كثير حلو، يعني أنت نموذج ومثال حلو لكل الشباب اللي بيتابعونا الآن. إنه ما لقيت وظيفة، ما انتهت الحياة، أنت ممكن في أشياء جواتك كثير حلوة، في تفاصيل وجوانب أنت وخفايا ما بتعرفها عن حالك، ممكن تفتش عنها وتلاقيها وتبدع في هذا المكان اللي انت بدك اياه. ايش بتقولي للشباب العاطل عن العمل اللي صار له سنين ممكن قاعد في البيت، مش من ازمه كورونا، من سنين بيستنى الوظيفه اللي على تخصصه تمشي وتيجي معه زي ما بده، شو بتقولي لهم؟ وكيف انت عن جد حسيت انه هذا فتح لك باب جديد ودخل كمان جيد؟ ما في حدا بيشتغل تخصصه. يعني مش شرط انه الواحد يضل يدور على تخصصه. صح. الواحد يدور على إشي. هلا انا صراحه بحب انه يكون لي إشي. نعم. فضليتني ورا الموضوع قبل ما صار. الواحد لازم يعني يسعى، ما يضل واقف بمحله. ويشوف هو وين طموحه، وين بده يصير للمستقبل. ويمشي وراه. فما يوقف. 100% 100%. انا كثير انبسطت بوجودك معنا اليوم. تسلمي. وانا اسراء وحابه يعني هيك اعرف منك اذا كل حابب انه يفصل هيك شيء مميز لبيته او لاي مناسبه عنده، كيف ممكن يتواصل معك؟ انا عندي بيج على الانستغرام والفيسبوك. اسمها ايكو ديكا. هلا بفرجيكم اللوجو. يتواصلوا معي وبسوي بالحجم واللون والشكل اللي بدهم. لازم قبل ما يكون الطلب منتهي يتواصلوا معي، كم يوم بحتاج؟ حسب، اذا صواني او هيك اشياء صغيره قبل 5 ايام. لوحات تقريبا قبل 15 يوم لازم يكون حاكين معي. كثير حلو، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك، سعدنا بوجودك معنا اليوم. أنا أكثر. نورتينا، اهلا وسهلا فيك. تسلمي. اهلا وسهلا.